يقول السائل: ما حكم الإقامة، ما حكم إقامة المسلم في ديار الكفر بسبب عسر الظروف المعيشية في بلاده؟ لا يجوز الإقامة في بلاد الكفر إلا بشرطين. الشرط الأول أن يقدر على إظهار دينه، أن يقدر على إظهار دينه، والشرط الثاني أن يكون محتاجا إلى ذلك، لأن يحتاج إلى طلب المعيشة أو طلب الرزق، وليس هناك بلد، ليس هناك بلد من بلاد المسلمين يحصل فيه على المعيشة، فهذا يجوز له بقدر الضرورة. أما إذا وجد بلدا من بلاد المسلمين يمكنه أن يعيش فيه فلا يجوز له الإقامة في بلاد الكفر.